مباريات الاهلي والزمالك مباريات حقيقه دائما لها وضع خاص بنزول اللاعبين حتى في نادي الزمالك والنادي الاهلي. اللعيبه بترفع لعيبه بتخليهم يعني سياده ملال اللعيبه، وانا منهم. انا ولدت في مباراه الاهلي والزمالك لما كنت بلعب مع فاروق جعفر، وكانت حقيقه مباراه قويه جدا، وكانت ميلاد حقيقي ليا لانه الناس يعني عرفتني من خلال هذه المباراه. لكن الحقيقه مباراه الاهلي والزمالك الان مش زي زمان. الان الحقيقه اللعيبه بيلتقوا في المباريات اكثر من 4-5 مرات في السنه. زمان كانت هي مباراتها الحقيقه الدوري ومباراه في الكاس، ما كانش في مباراة افريقيه بالكم والكثافه دي. ما فيش كاس مصر، كاس مصري بشكل كاس السوبر، ما فيش كاس سوبر افريقي. فاصبحت الان الحقيقه مباريات كثيره جدا، في اللاعب يستطيع من خلال هذه المباريات انه يفرض وجوده مش من اول مباراه. فهي ميلاد حقيقي للاعبين واستمرار كمان للاداء المتميز، واللاعب اللي بيثبت وجوده في اهلي الزمالك دائما بيكون له يعني الوضع الخاص وله هي ثقله في النادي الاهلي عموما. يعني 78 الاهلي والزمالك في كاس مصر كسبناهم 4-2، هي كانت مباراه قويه جدا، مباراه هي اصبحت من المباريات التاريخيه للنادي الاهلي، تعتبر من افضل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي على مر تاريخه. ودي طبعا مباراه هي كانت في كاس مصر نتيجه انه النادي الاهلي خسر الدوري بهدف اعتباري، وكانت مباراه هي مباراه ثاريه زي ما بنقول، ومباراه لها مردود خاص، وكسبنا هذه المباراه برغم ان الزمالك كان متقدم علينا 1-0 وبعدين 2-1، استطعنا الحقيقه نحقق المكسب، والناس كلها عارفه تاريخ هذه المباراه. الحقيقه المباراه دي يعني دارت حولها هي امور في الميديا بين الحقيقه بين الجماهير وبين المسؤولين الاداريين او مسؤولين يعني عموما، فيها تراشق بالالفاظ كتير جدا، فيها برضه حقيقه حملات اعلاميه على المالتي ميديا، على الحقيقه على مواقع التواصل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خلت منها إثارة حقيقية. يعني أنا من الناس الحقيقة بعتبر هذه المباراة من المباريات فيها إثارة نتيجة الحقيقة التعصب الجمهوري والشد الجماهيري. وكمان في حاجة تانية، تقارب النقاط. النادي الأهلي بالنسبة له دي مباراة هتكون حقيقية، هي أساسا مش هتحدد بطل الدوري، ولكن هتحدد انه هو هيبقى بطل الدوري لا يعني اول يعني في اول المسابقة، لكن لن تحدد من هو البطل، لأنه الحقيقة لسه في أكثر من 10 أو 12 مباراة. النادي الاهلي يجب ان يلعب بحذر شديد جدا، وبعدين لازم اللعيبه تلعب من اجل يعني تحقيق ذاتهم، ان يثبتوا انه النادي الاهلي نادي يعني مر بانتكاسه لكن وبكبوه، مش قالوا الانتكاسه لان كبوه كانت على فتره بسيطه جدا. استطاع الاهلي يعني يعيد ثاني واستطاع ان يعيد نفسه بشكل قوي، واستطاع انه اللعيبه يعني تعيد لها ثقتها الثانيه، ودي حاجه كانت مهمه جدا. ونادي الاهلي الان عنده اكثر من 20 او 25 لاعب على قدر كبير جدا، اي حد منهم هينزل هيؤدي اداء متاكدين تماما منه. عايزين بس مباراة نظيفة، عايزين مباراة تليق بمكانة النادي الأهلي كبطل القرن وكبطل أحرز بطولة الدوري أكثر من 40 مرة. فدي طبعا مهمة جدا أن نلعب بالإيمج بتاع الأهلي باسم الأهلي من غير أن يكون هناك أي نوع من الخروج عن النص. التحكيم بنعتبره تحكيم جزء من المباراة، يجب أن برضو أن نصاع للحكم وما نضعش الحكم كشماعة، نلعب من أجل المكسب. وإن شاء الله الحقيقة النادي الأهلي هيحقق هذه المباراة نتيجة إيجابية بإذن الله.